السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة غزة الثانية. اليوم نوجد معكم واحد لاباغتمون كتجي غزالة، كتجي رائعة، شي حاجة زوينة، شكل المنطقة مختلفة على المول فين كناكلو. إلا بغيتو تشوفو لاباغت ديال اليوم بقاو معايا حتى الأخير، ما تضغطيوش وما تنساوش دير واحد لايك، ويلا نشوفو المقادير. ولهاد لاباغت هادي غادي نحتاجو هنايا لاباط اللي استعملت معكم سابقا في الفيديو السابق في لاباغت ولاد صغيورين، كانت ديجا عندي في الثلاجه اولا كتخليوها في المجمد وكتبدوها تطلقوها واحد السويعه قبل وكتستعملوها عادي. انا خديتها هنا طبقتها بالمدلك على السمك اللي بغيت ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ. صافي غادي نلويها على المدلك يعني باش نهزها ونحطها في المول ديالها. كتبقى احسن طريقه من انك تهزيها بيديك، كتصلح حتى المبتدئات يعني شي حاجه كتجي سهله الا اختي لاباط انها تقطع عليك. غادي نقادها في المول، الا بغيتو ديروها غير في المولات الصغيورين يعني بحال هاد المول هذا كيكونوا غير دي مول صغيورين حتى دوك راه مزيانين. انا فضلت اني نديرها عائليه. صافي قديتها مزيان من الجوانب، غادي ناخد فورشيط ونثقبها مزيان باش ما تفوقش لينا وتخسر لينا لاباط ديالنا، وندخلوها الفران على عافيه مهيله ونخليوها طيب على خاطر خاطرها. فهاد الاثناء غادي ندوزو نقادو لاكريم. عندي هنا كاس كبير ديال كاس ديال العنبه ديال سكر كلاصي، جوج ديال البيضات، عندي كاس ديال اللوز مقشور القشره ديالو مطحون، وعندي هنايا واحد الفاني، عندي معلقه ديال المايزينا، وعندي هنا جوج ديال بيرلي. ناخذ واحد البول وغادي نضيف فيه داك جوج بيضات. بالنسبه للبيض انا عندي البيض صغير فدرت جوج ديال البيضات، الا كان عندكم البيض كبير فديروا غير بيضه واحده كبيره راها كافيه. غادي ندير داك الكاس ديال العنبه ديال السكر كلاصي، وغادي نخلط المكونات مزيان مع رشه ديال الفاني اولا ساشي ديال الفاني، وغادي نخلط المكونات مزيان حتى غيندبجوا ليا. غنخلطهم هكا واحد دقيقه ولا جوج دقائق صافي، وكان ندوز نكملوا جميع المكونات الاخرى اللي هي اللوز. قلت لكم انا اللوز بالقشره ديالو طحنته، كتمسحوه واحد شويه وكطحنوه ما كتحمروه ما حتى شي حاجه. كنضيف ديك المايزينا، معلقه المايزينا كبيره، وغنضيفو داك البيرلي كيعطي واحد المذاق واحد القوام رائع. صافي غادي نضيف جميع المكونات وغادي نخلط مزيان مزيان. يعني هو راه بحال هاد البيرلي هاد بحال الجبن يعني بحال شي فرماج ومسوس وحلوين في داك المذاق زوين اللي فيك ذوق راه عارف المذاق ديالو كيفاش كيجي. فهاد لاكريم هادي كيجي رائع. صافي كنخلطو مزيان حتى كنحصلو على القوام هذا، ما كيكونش عاقد ولا كيكون شويه خفيف. غادي ندوزو نخويو في لاباط ديالنا من بعد ما طابت. انا هنا غير طيبتها يعني ما حمرتهاش بزاف، بحال غير تشمعت شويه. غادي نخوي فيها ديك لاباط اولا ديك لاكريم ديال اللوز، وغادي ندخلوها الفران طيب على عافيه مهيله. بالنسبه للفران ديال الضو غتشعلوه من الفوق من تحت عافيه مهيله، و الا كان فران ديال الغاز غادي تشعلوه غير من تحت حتى غطيب و تطلعوها من الفوق و تشعلوها تحمر. راه كتاخد تقريبا ما بين 20 حتى لنص ساعه كتنفخ و كتقصح كتفرطها بحال شي كيك تما كتعرفوا لاكريم ديالكم راه طابت. صافي كتدخلوا شي كيردون ولا شي موس ولا هذا، هانتوما من بعد ما طابت ليا راه دخلت فيها واحد المساكة فتعرفتها انها طابت و كتولي قابطة فراسها ما كتبقاش جارية. عندكم تخليوها خضراء ولا وتقولوا راه ما طابت ليناش ولا شي حاجة، عطيوها الوقت باش تطيب. صافي غادي نخليوها تبرد جانبا. انا عندي كاس كبير ديال الحليب ديال الماء، درت فيه جوج معالق ديال المايزينا ومعلقة ديال السكر، ندوزهم فوق البوطة حتى غادي يعقدوا بحال هاد الشكل هدا هانتوما. وغادي نضيف عليها ثلاثة ديال المثلثات ديال الجبن اولا كيري المربع اللي كان متوفر. غادي نضيفو واحد لاكريم سخونه وغادي ندمج مزيان 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 حتى غادي يدوب لي داك الفرماج، وغادي نديرو فواحد البواطه ونخليوه في الثلاجه يبردو جانبا. صافي فهاد الاثناء من بعد ما داب لينا مزيان الفرماج غادي نديرو داكشي اللي قلت لكم ديال نديروه في الثلاجه. وغادي ناخد هنا واحد العلبه ديال لاكريم ديال ميتي لاكريم شونتيي فيها تقريبا 200 مليلتر، غادي نضربها مزيان من الاحسن تكون بارده باش تطلع لكم بسرعه. غادي نضربها مزيان مزيان. انا عندي هنايا فيها كلشي جاهزه، فيها السكر فيها الحليب فيها كلشي. اذا كانت عندكم لاكريم شونتي بودره الشونتي حتى هي ممكن انكم تستعملوها. صافي غنضربها مزيان كما قلت لكم، وغادي نديرها حتى هي في الثلاجه تبرد. كلشي خاصو يبرد، هادي راه بردات يعني انا هادشي قديتو الصباح في العشيه عاد عاد غنمونطي هادشي باش كلشي كيكون بارد. لاباغتمون تكون بارده، لاكريم بجوج يكونوا باردين باش كيسهلوا عليك انك تخدميهم. صافي غادي نخلط الكريم بجوج، لاكريم ديال الفرماج ولا كريم شونتيي، وغادي نخلطهم مزيان مزيان حتى يندمجوا. ما غاديش يطلعوا ولا شي حاجه، وانما غادي غير يندمجوا لنا الكريم بجوج. راه كيعطيو واحد المذاق رائع مع الحلاوه مع الفرماج مالح، كيجي واحد المذاق غزال غزال. الا بغيتوا تستغنيو غير على لاطارت غير بديك الكريم
ديال اللوز اللي درنا في الاول راها كافيه، راه كتجي غزاله بوحديتها. ديروا عليها شويه ديال ناباز او الكونفيتور ودبروا عليها اللوز لا كاوكاو، راه كتجي بوحديتها فنه. الا بغيتوا تزيدوا لا كريم بحال اللي درت انايا فزيدوها حتى هي، كتجي واحد المذاق زوين مواتي مع اللوز، كيجي زوين. جربوه على حسابي. صافي كيف ما كتشوفوا خويتها من الفوق وكان ايطاليها هكا مزيان. غادي نديكوري بها شويه ديال الديكوراسيون، ندردرو عليها شويه ديال الكاكاو والحلو اللي كنديرو مع الحليب الدراري الصغار في الصباح. الا بغيتو تدردروها كامله بالكاكاو صافي، وتستغناو على ديك يعني على داك داك السيركل اللي درت انا في الوسط. ديرو شي سيركل ولا عندي غير داك الطاي ديال الطاجين باش نديرو شويه ديال الديكوراسيون. صافي كتجي غزاله بحال الطريقه هكا، داك اللوز مع الكريمه مع الفروماج كتجي زوينه. هنا بالنسبه للديكوراسيون عندي هنا خديت واحد المعلقه سكر درتها فوق البوطه على عافيه مهيله حتى تكراميليزات ليا بحال هكا. خديت واحد اللوزه وخشيتها في كيردون كما كتشوفوا، غادي نخشيها في داك الكراميل ونهزها هكا بواحد الطريقه. هذه راه طريقه سهله حتى كيتكون ليا واحد المنقار. ما نجحتش معاك الطريقه عاودي خشيها وهزيها حتى غيتكون معاك واحد المنقار هو هابط هكا، غتخليه حتى غينشف شويه ويقبض في راسو ملي قاصح. كتعرفوا السكر ملي كيقصح كيولي بحال الزاج. صافي وغادي تكون الديكوراسيون ديالنا واجده، طريقه سهله وكتجي انيقه وزوينه، شي حاجه راقيه. صافي ممكن انكم تاخذوا اللوز، ممكن انكم تستعملوا اي حاجه ماشي ضروري اللوز، غير بما انني درت لاطارت فيها اللوز فقلت ندير نزوقها باللوز. خليه يدفى غير واحد شويه واستعملوه، ما ديروش هكا سخون بزاف. وملي فحال ما الا جمد ليكم عاودوا ردوا فوق البوطه يدوب على فيه مهيله وهو كيكون واجد ليكم. ها نتوما من بعد ما وجدوا لينا صافي الساعات شي بلاص ما كيجمدوا ما حتى شي حاجه، ديك الساعه كيوجدوا بجوج دقائق كينشفوا وكيوليو قاصحين. صافي خديت انا شويه الفيرميس اللي فيه الكولورون الذهبي اللي كنت استعملت معكم في تارتولات، درتو هكا في الوسط. ولا طاق ديالنا هي واجده موجوده، كديروها في المجمد تجمد واحد ساعتين باش تجيكم في التقطيعه مقاده وزوينه، كيجي واحد المذاق رائع هائل. جربوها على حسابي غتعجبكم ان شاء الله. كما قلت لكم الاحسن دار في المجمد، عاد جبدوها وتقطعوها. انا هنا بما انني خصني نصور لكم فخليتها غير واحد نص ساعه تقريبا، ما جمدات ليش مزيان ماشي مشكل، المهم هو المذاق كيجي رائع. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. الى فيديو قادم ان شاء الله، والمقادير دائما كنخليهم لكم في صندوق الوصف، واللي ما تفرجش في الفيديو ديال لي طارت دو ليتر نخليهم لكم في اخر فيديو. الى اللقاء.